الخلافات الزوجية واحدة من أكتر مشاكل العصر، تقدر تقول كمان من أكتر مشاكل كل العصور. يعني طالما في راجل وست في عقلية مرأة وعقلية رجل، أكيد هيكون في خلافات ويكون في مشاكل، وزي ما بيقولوا المصريين مصارين البطن بتتخانق. طبيعي جدا تبقى ماشي في الشارع وتسمع صوت زعيق أو صوت خناقة، فتكتشف إن زوجين بيتخانقوا وإن الست مثلا هي اللي بتزعق لجوزها. طبيعي تبقى ماشي وتسمع صراخ وتكتشف إن ست بتتخانق مع جوزها وبتزعق له بالشكل ده. طبيعي كمان طبيعي إنك تبقى ماشي في الشارع وتسمع أيضا راجل هو اللي بيتخانق مع مراته. حاجة طبيعية بتحصل في كل البيوت المصرية. ممكن كمان لو الصوت عالي شوية تلاقيهم هما الاتنين بيتخانقوا مع بعض، راجل وست بيتخانقوا مع بعض. لكن اللي مش طبيعي واللي ما بيحصلش غير في مصر في دولة العسكر، انك تبقى ماشي في الشارع وتسمع صوت صريخ فتكتشف ان راجل بيرمي مراته من البلكونة. ده اللي حصل امبارح في الجيزة. الناس ماشية في الشارع فسمعت صوت ست بتصرخ، فاكتشفوا ان راجل بيرمي مراته من البلكونة بالشكل ده. خلينا كده نشوف الفيديو وارجع لحضراتكم. مشهد مؤسف ومنظر مؤسف ان زوجة بالشكل ده يتم رميها من البلكونة. على حسب ما قيل الناس سمعت صوت، سمعت ست بتصرخ. على فكرة هو في الغالب الست بتصرخ، سواء كانت الست هي اللي بتزعق او بتزعق لها او الاتنين بيزعقوا، انت بالاخير هتسمع صوت ست بتصرخ. لكن لما تسمع صوت ست بتصرخ وتكتشف ان في واحدة متعلقة من البلكونة، دي حاجة ما بتحصلش الا في مصر. الفيديو ده تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان رجل يلقي بزوجته من البلكونة، عشان يتصدر هاشتاج سيدة البلكونة التدوين في مصر بعد التدوينات تجاوز 7000 تدوينة. جماعة الحضراتكم بعض من هذه التدوينات. فاطمة رضوان بتقول أسطورة هحدفك من البلكونة تحققت، أهم حاجة إن الست فضلت متمسكة وشايلة جسمها. فاطمة كمان بتقول الجيم يا أخوانا، ست الحمد لله كانت رياضية وقدرت تمسك في البلكونة وتشيل جسمها رغم ان هي تم رميها من البلكونة. ايضا من فيسبوك هيثم احمد بيقول اللي يتخنق من مراته يعمل فيها ايه؟ بيرد على نفسه يرميها من البلكونة. طبعا هي ناقصة، وجايب فيديو لحادثة رمي الزوجة من البلكونة. تدونا كمان تحت نفس الموضوع من محمد بيقول السيسي وصل الناس لدرجة من الجنون ما حصلتش قبل كده. بعض شهود العيان أو بعض من تحدثوا قالوا إن هم زوجين حديثي الزواج، يعني عروسة جديدة وعريس جديد معداش على فرحهم شهر واحد، بيوصل بيهم الحال بسبب المشكلات أو بسبب زي ما قالوا ضيق الحالة المادية إن هو يرميها من البلكونة. تدوينا كمان تحت نفس الموضوع من أحمد أبو بكر بيقول يا نهار اسود، هي الخلافات الزوجية بتوصل لكده؟ وبيقول ربنا يسترها عليكم يا بنات حواء. آخر تدوينة في هذا الموضوع باخدها من خلينا بقى نعرض لكم حقيقة الموضوع. الموضوع وكالعادة مواقع التواصل الاجتماعي بتقع في فخ نقل الإشاعات. الفيديو لما اتنشر بدون مصدر وبدون هوية وبدون مصدر موثوق، قالوا إن رجل ألقى بزوجته الشاب بعد شهر واحد من الزواج من البلكونة. لكن حقيقة الموضوع كما أوردتها جريدة اليوم السابع وجريدة الوطن وبعض الجرائد المصرية بتقول اعرف حقيقة إلقاء زوج لزوجته من البلكونة في فيس. خرجت السيدة بطلة الفيديو واسمها سارة مجدي في تصريحات تلفزيونية تؤكد أنها ألقت بنفسها، هي اللي رمت نفسها والراجل
والراجل بريء، يعني الناس اللي شايلوا الراجل او شايلوا جوزها المسؤوليه، الست طلعت بتبرأ جوزها وبتقول ان هو بريء وان هم متجوزين بقالهم 7 سنين مش زي ما قالوا شهر واحد، وان هي كمان عندها طفلين والمشاكل بسبب خناقات زوجيه معاه ومع اخته، فاضطرت ان هي تنتحر وترمي نفسها من البلكونه، لكن الجيران حشوها او لحقوها. يا ترى الست بتحاول تبرأ جوزها ولا جوزها هو الجانب الاخير، هي مشاكل اورثها او افرزها الحاله اللي احنا عايشينها، سواء كانت حاله اجتماعيه او حاله اقتصاديه.